طيب خلينا نطلع اذا الحاله هاي هلا لسه في عندي 20 نيوتن فريكشن، بس نضاف عليها هلا لاحظوا المحرك الان بيمشي على 114 متر بالثانيه باي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. حطيت عليه حمل اضافي، فجاه اجيت سقطت هون حطيت 3 كيلو، في عندي هون كفه سقطت فيها 3 كيلو جرام. 3 كيلو جرام لو فرضنا جي بتساوي 10، ايش وحده جي؟ جي متر بير سكند سكوير. اذا هون قديش الفورس اللي راح تصير من هون؟ 30 ايش؟ نيوتن. هون راح يتكون عندي كمان 30 نيوتن، مضبوط؟ قديش راح يصير الفورس الجديده اللي عم حالها بتحاول تبطئ هذا السلك؟ 50 نيوتن. اذا صارت عندي الان الفورس اللي على هذا السلك او الحديده هاي مع القطعه المعدنيه راح يصير عندي الفورس تبع اللود بيساوي 50 نيوتن، 50 نيوتن اللي هي 20 فريكشن زائد 30 وزن الجسم هذا اللي موجود هون. ايش راح يصير الان بالسرعه؟ راح تنزل على 114 متر بالثانيه، لما تنزل على 114 متر بالثانيه راح ينزل الباك اي ام اف اللي موجود هون، راح يزيد الكرست، راح يزيد عندي التورك بحيث انه التورك يقدر يتغلب على قديش يصير يساوي، او مش التورك، الفورس في الحاله هاي 50، اذا الفورس بتساوي 50، اذا 50 شو بدها تساوي؟ ايش لازم يزيد الكرنت؟ ايش لازم يصير بالكرنت؟ بده يزيد. اذا اي في ال في بي، ال في بي احنا عارفين انها 1، 10 في 10 1، اذا اي بيساوي قديش؟ 50 امبير، قديش كان هون هو؟ 20، اذا السرعه رح تنزل وايش رح يصير بالكرنت؟ رح يطلع شوي، اذا رح يصير الان هون السرعه رح تنزل بهذا الشكل والكرنت عشان نخليه بالازرق نفس اللحظة هاي راح يطلع. بدنا نشوف ايش قيمة الكرنت الجديدة وايش قيمة السرعة الجديدة. قيمة الكرنت الجديدة قديش؟ 50 امبير، عشان هذا هون راح يطلع لقيمة 50 امبير. طيب السرعة قديش راح تنزل إذا الآن؟ إذا الكرنت راح ينزل ل 50 امبير، شو راح يصير بالفولتج دروب عبر المقاومة هاي؟ إذا زاد الكرنت راح تزيد، عشان ينزل الباك ام اف من هون، إذا الباك ام اف الجديد هلا في باك ام اف شو بيساوي؟ بساوي 120 ناقص اي اي ار اي، قديش اي اي الجديده؟ 50، والمقاومه قديش؟ 0.3 في 50 شو راح يصير؟ 115، من 120 150. اذا الباك اي ام اف اللي مولد 105، اذا الباك اي ام اف اللي مولد 105 وين القانون اللي بدي استعمله الان؟ اي اندوس، مش اي اندوس هلا صار 105، ال لسه نفسها وبي نفسها شو راح يصير بالسرعه؟ بتقل. اذا راح تصير عندي هلا 105 فولت يساوي في بي في 10، فبصير عندي في شو بتساوي؟ 105 ايش؟ متر بير سكند. اذا السرعه قديش كانت 114 شو صارت هلا؟ 105 متر بير سكند. اذا هاي السرعه الجديده اللي راح يمشي عليها وراح يستقر على هاي السرعه ما دام هذا اللود، لو زيدت لود اكثر شو راح يصير؟ زيد راح ينزل تنزل السرعه وراح يزيد الكرنت من هون، وطبعا الطاقة اللي عم بستهلك عم بستهلك طاقة أكثر، الطاقة الكهربائية هاي ايش عم بيصير فيها؟ عم بسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز، قديش قيمة الطاقة الكهربائية على فكرة بسحبها من المطبخ؟ اي في؟ في في، قديش اي؟ آخر شيء كان؟ 50، 50 في 120 هي كمية الواتس اللي بسحبهم مش هيك؟ هدول وين راح يروحوا؟ لا بدي هون وين؟ ايش وين بستهلك؟ وين بتروح الطاقة هاي؟ حرارة محركية. حرارة وين؟ بالار. بالار تمام، في شيء بالار راح يروح، في جزء راح يروح بالار، قديش قيمته راح يضيع في الار؟ اي سكوير ار، مش هيك؟ هذا الواتس اللي راح الواتس اللي راح تروح في الهاي، كمان وين راح يروح؟ احتكار، راح يروح عندي جزء بالاحتكار، مش هيك؟ 20 نيوتن، كيف ممكن احسبه هذا؟ 20 نيوتن بضربها في ايش؟ حتى تطلع عندي الشغل اللي عمالي بستهلكه. المسافة في السرعة، المسافة رح تعطيني الشغل بس السرعة رح تعطيني الباور، فبضرب ايش؟ في 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 اف رح تعطيني الباور اللي عم بضيع، هذا الباور وين بروح بالفريكشن؟ خلص انتهى، وين كمان بتروح؟ الوزن يعني ايش عم بصير؟ كيف عم وين عم بتروح؟ كيف ايش عم بصير؟ لا ما مش مقاومة بديش عين، ايش وين بتروح؟ بوتنشال انرجي احسن بتخزن، مش هذا الجسم عم بيرتفع؟ مش عم بتزيد الطاقة اللي موجودة فيه هون مزبوط؟ فبصير البوتنشال انرجي تبعته بتزيد، إذا ال 6000 هاي اللي حسبناها
6000 وات. 6000 وات رح تتوزع، جزء منها بالمقاومه، جزء منها بالمقاومه الفريكشن على الفاضي يعني بروح حراره، وجزء منها بتخزن في الماس هايدرو فاينل.